بسرعة. لازم نطلع من المدرسة. فهمتوا يا نسوان؟ تعالوا لنشوف. ما بدنا اياها تدرس اولادنا. ها شرفت الخانم. بأي وش بتجي على المدرسة؟ الواحد لازم يكون عنده شوية حياة. ما بدنا أنسة مثلك تعلم أولادنا، مزبوط يا نسوان؟ أي ما بدنا إياكي أبداً. إلعي من هون. ما بدنا تنزعينا أولادنا. يلا ما بدنا نشوفها بالمدرسة. إلعي من المدرسة بسرعة. يلا روحي، ما بدنا تعلم أولادنا أبداً. يلا إلعي. معنا مكان لقليلات الشرف يلي مثلك. بترجاكم خلوني إلعي من هون. إلعي مالك مكان. يلا روحي من المدرسة. اطلعي لبرا. يلا من هون. نحن ما بدنا وحدة مثلك تعلم أولادنا. روحي. نقلعي. يلا نقلعي لبرا. ما تقربي من وحتى نحن ما بدنا نشوفك بكل الضيعة. نقلعي يا بنت. يلا ما عم تفهمي؟ ما عاد بدنا نشوف وشك بالمدرسة. انتي ما بدك انتي مالك مربية. ما عندك شرف. ما عم تفهمي. يلا نقلعي من هون. يلا روحي يا حقيرة. عم نقلك نقلعي من وشنا. يلا قال شو والله؟ صح يا دكتور. يلا نقلعي. شو معليك؟ شو بعد ما تخلف منها بتتزوجوا؟ وحدة ناقصة. قديشك وحدة مخادعة؟ روحي لعند دكتورة. ما بدنا أنسى مثلك لأولادنا. نحن بدنا إياها. غزوان يلا روح على الصف. امي انا بحب انستي وهي كتير بتحبني. غزوان قص لسانك ولا؟ بس هي انستي. غزوان عم اقول لك روح على الصف. توق عليك. شفتوا يا نسوان؟ شفتوا؟ قدرت تضحك على عقول هالولاد. يلا من هون. نقلعي. يلا من هون. يلا امشي. يلا نقلعي. يلا عم نقلك نقلعي. يلا من هون. بكفي. ما عاد بدنا اياك تعلمي اولادنا ابدا. نحن بنحبك انسينات. ما رح نخليكم تضربوها. نحن بنحبها كثير. نحن بنحب الأنسة سينا. شو تحبوها ما تحبوها؟ ما رح نخلي وحدة مثلها تعلمكم. تفضل استاذ. ما بدنا اياكي هون. يلا يلا انقلعي. لكن انقلعي. شو عم يصير؟ والله ما بعرف. الولاد اخذوا فيها. بدنا الأنسة سينا. شو؟ شعرت كثير عن الأنسة سينا. كل الضيعة مطبولة. شو لسه عم تستني هون؟ عن جد؟ نحن ما بدنا اياكي. ما رح نخليكم تقلعوها. خير يعقوب؟ جاي فورا. لك اخ يا سينم كيف بدنا نحل هالمشكله بقى؟ انتو شو بدكم؟ هي مثل امنا، ما في منا في الدنيا كلها. نحن بدنا اياها تضل هون. نحن بنحبها كثير. انسه كثير شاطره. ما نكون شايفين كيف لعبت بعقول اولادنا وغيرتهم؟ رح تضلوا عم تتفرجوا؟ لا لو سمحتوا، المشاكل ما بتنحل هيك. كلياتكم شاهدين، الاولاد بيحبوا انستون كثير. يلا على بيوتكم. هون ما بدنا اي مشكله، نحن بنعرف شغلنا. شو عم تقول حضره المدير؟ تفرج، غيرت عقول الاولاد؟ ضحكت عليهم؟ يلا يا نسوان، طالما الاداره هون نايمه ناخد أولادنا لبين ما يقلعوا هالأنسة. يلا شو عم تستنوا؟ يلا خدوا أولادكم. يلا عيب عليكم. ما بيصير هالشيء. يلا ما رح تقدروا. لو سمحتوا لا تعملوا هيك شيء. لو سمحتوا لحظة. يلا قدامي يلا يا أولاد فوتوا على الصف. يلا قدامي لشوف. يلا لشوف. يلا يا أولاد. يا مدير رح أشتكي عليك. بدي أقلعها من كل الضيعة. يلا يا أولاد كلياتكم. بتشوفوا كيف رح أقلعها. يلا امشي. يلا يلا. ليش هيك؟ يلا يا اولاد اجوا الدرس. انا بحبك كثير. ما بدي اروح. انا بحبها للانسه. يلا بدي اروح. اهدي. لا طولي بالك. خلص سينم. سينم اهدي. بكفي. نحن بيلزمنا مرشد مشان يدلنا إنه الله بيعرف كل شيء، ويلي ما عندهم مرشد كل شيء بيعرفوه مجرد ظن، وكل شيء موجود بدنيتنا ما بيغطي وش الحقيقة أبداً. ما في أوضح من وش الحقيقة، لأنها بتكون علاج للعميان. تعالي لهون. لوين رايحة؟ وقفي. العيلة أخذت قرارها، ما حدا رح يمنع هالشيء أبداً. أخي أمجد، بدك توسخ اسم عائلتنا بالقتل؟ أنا بس بدي أعرف شو رح تقول لأبي لما يرجع. طمني، ما حدا رح يقتل حدا أميرة، بس الأولاد رح يعطوا أوس درس. بسببهم ما عدنا نقدر نتطلع بوش حدا. رح يعطوا درس مو هيك؟ عمران رح يعطيه ولا فكرات؟ ما أنك شايف إنه راحوا ليقتلوه يا أخي؟ ليش ما عم بتشوف؟ أميرة Ha 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 ha!
كلام عمي علوان كتير صحيح. تعال لهون ليه؟ بعد عن مرتي، انقلعوا من هون انتوا الاثنين. قلتوا لا؟ ساعدونا، حدا يساعدنا. بكفي بقى، بكفي. مش مفكر حالك ولا كبير؟ اوس اتركوه. ان شاء الله بتركوه، رح يدبش معهم. ما بصير يا اولاد عم. بدي اقول لك يا كلب. لا لا اوس، يلا انقلعوا، انقلعوا. يلا خلونا نصفلوا ببعضهم. شو هالعنا هي؟ حسابك معي يا قليل الشرف. يا لطيف يا لطيف، ما رح تهرب مني. يلا نروح على شغلنا يا عمر. اسمعوا على الحكي. اعطيني المسدس. ليش ما قوستهم وخلصت؟ اه؟ نحن بنص الشارع شبك عمران، والكل شاهدين علينا. جبان جبان بعدوا لك. لازم رجع سينا، ما عاد اتحمل. الاكل جاهز، ما بدك تاكل شيء؟ Mm-hmm.
انت لساتك عم تبكي؟ لك شو قصتك انت ها؟ انا ام يا سالم، ام فهمت؟ والبنت بنتك، بنتك بهالحالة انت شلون فيك ترتاح؟ انا كم مرة قلت لك انه ما في عندك بنت اسمها سينام ابدا ابدا؟ وقف سالم، انت ما كنت قبل بنتي، كل شي بسببك. لو كنت اب حقيقي وحميتها ما كان صار كل هالشي. يعني هلا صار حق علي؟ قلة الشرف اللي عملوها صارت بسببي انا ها؟ شو انت جليتي؟ بكفي، انا بدي بنتي، فهمت؟ جيبها. يا عمري يا حبيبتي، يا عمري. شو تيمة ما رح تجي؟ انت كول عمران، هي ما اكلت شي من مبارح، حابسة حالة جوا. طيب فيني احكي معها شوي؟ عود مو هلأ عمران. ليش بقى؟ بلكي بينصحها مشان تفيق على حالها، بيضل احسن من قعدتها جوا، تطلع من غرفتها. اخ يا بنتي اخ، خدعة او سخانة، اي والله مو سهلة. يلا ابني فوت احكي معا. يلا مرحبا تيمة. تيمة قلت لك مرحبا. رح كون صريح معك، لازم نحكي. سينام شو بكي؟ خلص أنا بخير، ارتاحي. صار لي هيك كم يوم، لازم ترتاحي، ما بيصير اليوم تعبتي كتير. انت منيحة؟ اي قال انه الحق عليك. انت شلون عم تقبل؟ شلون عم تقدر تتحمل؟ خلص سينا سكري على الموضوع. ماني عم صدق قوس، شلون قدرت تقبل فيني؟ شلون عم تتحمل كتير من شاني؟ ليش هيك عملت؟ ليش؟ وضحيت بحبك من شاني، وحتى انك ضحيت بكل شي. كنت تركني موت، ليش منعتني؟ ليش؟ أنا ما فيني اسمح لأي إنسان إنه يضل يحترق للأبد يا سينا، وأنا أخذت قراري، ما رح أتراجع. رسمت الطريق الصح لحالي وماشي عليه، وإذا كان هذا الطريق غلط بدفع الثمن، وإذا كان صح الزمن ممكن يداوي كل شيء. وانتي ما بعرف، بس بتمنى انه يكون طريقك صح. انا كنت كتير انانية لاني عملت فيك هالشي. رجاء تيمة، بقصد سينا، رجاء. أنا ما كنت صريح معك لهلأ، ما بعرف ليش اليوم وأنا جنبك. تعرفي أنا بحبك، بحبك بجنون،
كل شي جنان عملته كان مشانك انتي، ومشانك بهدم الدنيا بخربها. تعلقت فيكي من طفولتي مثل المجنون، وكنت غار من أوس. تعرفي لو تعطيني فرصة واحدة بس بدي أكون شخص منيح معك، ما بدي أعمل أي شي جنوني. وحبك هو اللي بجنني يا تيمة، وحياتك حتى نسيكي أوس. ورح أحبك كتير، مو مثل أي حدا بالدنيا، صدقيني مو مثل أي حدا. بترجاكي أعطيني فرصة واحدة بس، مسكيني. هن نختاروا طريقهم ونحن كمان مثلهم رح نختار ونتزوج. تزوجيني يا تيمة وهيك بتقهريهم. ولك انت شو عمران؟ شو انت؟ انا اتزوج من شخص سرسري وجاهل مثلك؟ ما بتعرف الحق ولا شي، ما بتخجل من العبد ولا بتخاف الله، شلون بدي يكون معك؟ ما بتقدر تتحكم بحالك، رح تتحكم فيني؟ تعرف انت ما بتسوى قشرة بصلي عندي. انا ما بشوفك قدامي بنوب، انت ولا اي شي. تعرف كمان انا بفضل بدل ما اتزوجك بتزوج أوس بعد اللي سوا فيني. انا بموت وما بتزوجك. وهلا اتركني لحالي لو سمحت. معناتها انت بتكرهيني كتير، انت بتكرهيني مزبوط؟ مع انه أوس عمل شغل فيها قلة شرف، لساتك بتحبيه مو هيك؟ طيب ماشي، انا بحترم قرارك. بكفي، ما عاد فيني اتحمل. سينا، طالما قررنا فلازم نصبر. مناكل سم بس لازم نبين انه نحن عم ناكل عسل، ما في عنا حل تاني. ايه بدهم ياني ضروري بالمشفى. كيفك يا شجرتي؟
جيت. أنا شخص فاشل، أنا حقير، أنا تافه، أنا واطي، أنا أرزل شخص. عمران، ما رح أتأخر. أوس، أنت ما بتعرف تكذب أبداً، ما بتعرف. أنا فاشل بكل شيء. شو ما سويت بفشل، ولعبت دور المنيح، جربت كل الشغلات بس ما قدرت، ما نجحت، ما قدرت اتغلب على أوس، ما قدرت اخذ تيمة، والكل بيكرهوني يا شجرتي. بتعرفي وأنا التاني صرت بكره حالي، أنا بكره حالي. لا 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 لا، بكره حالي. أنا واحد وسخ. لا، أنا حياتي بتجيب المشاكل، فهمتي يا شجرتي؟ لا لا لا، أنا وسخة ولازم انزت بزبالة. طالما أخلاقي أنا هيك، وطالما أنا سافل وحقير، لازم موت هلأ، لازم خلص الناس من وساختي وشري. ايه، ما عاد فيني اتحمل. شو بدك يا شجرتي؟ قلتي لي شي؟ قولي، عم بسمعك ولآخر مرة. برافو عليكي، برافو عليكي. آخ يا عمران الغبي، انتشك انت حمار. إذا كان في وسخة ولازم تنحرق، مو انت يا عمران، هذا أوس. لازم يموت اليوم. بتشكرك تيمة لأنك تفهمتيني، ولأنك عطيتيني فرصة لحتى أشرح لك. أنا اللي شو كان بدك مني؟ أنا شو عملت لك؟ اللي بتعرف أنت أحقر وأوسخ شخص شفته. لو إجا حدا بده يقتلني ما رح أهتم، لو انهدت الدنيا وقعت على راسي كمان ما رح اهتم، ولو اجوا ليقطعوا لحمي صدقني لو عمي عيوني ما رح اهتم. بس أوس، انت قتلت مستقبلي، انت اللي قتلت قلبي، قتلت كل مبادئي وكل آمالي، وقتلت معنى حياتي. تعرف انك احقر واحد بالدنيا واوسخ واحد شفته بحياتي. تيمة،
بترجاكي اسمعيني. مين عطاك الحق لتخدعني؟ لو قلت لي بصراحة انك بدك تتزوج سينا، لو قلت لي انكم غلطتوا مع بعض ولازم تتزوجوا لحتى تمحوا هالغلط بسرعة، ما كنت تحطمت هيك؟ تيمة شلون بدي اشرح لك؟ كيف بدي اقول لك انه انا بريء؟ انت ما حبيتني ابدا اوس، لك ما حبيتني ابدا، كل كلامك الحلو كان كذب، كلياته كان كذب. يا حرام عليك، بس يا حيف عليك يا اوس. يا حيف علي أنا، إيه أنا؟ يا حيف على عيوني يلي بكيوا عليك وطلعوا عليك بأمل كبير، وقلبي كمان يا حيف علي لأنه كان يدق بسرعة لما يشوفك، وحتى لساني كمان يا حيف علي لأنه كان يقول اسمك وبحبك. يا حيف عليك يا أوس. تيمة تيمة سينا ما عاد فيني اتحمل يا سينا. أوس دمرني كلام تيمة كتير، ما عاد فيني اتحمل أكتر من هيك، ما عاد فيني اتحمل يا سينا. بس كان لازم هذا الشي، شغلة كتير صعبة علي، أنا عم بنهار، ما بعرف كيف بدي اتحمل كل هالحمل. أوس أوس دخيلك ساعدني يا رب، دخيلك تساعدني. أنا ما كان بدي غير أنقذ لحياتها، والله ما كنت بعرف انه هالحملة تقيل. يا رب اعطيني القوة. ساعدني لحتى احمل هالحمل، واعطيني الصبر. أوس وين رحت؟ اللي وين انت؟ البعض بيقيم الحياة على أنها مأساة بس، لا، الحياة هي ميدان للامتحان وفيها الجمال هو الأساس. بهالميدان الليل والنهار اتنيناتهم مضوايين، بس للأسف يلي عم بيعتمهن يلي طلع من الطريق الغلط، وبعدين العتم بصير حوالين كل شيء، ومندور عن الضوء بالعتم، ويلي بيقدر يطلع من العتم بيعتنوا وبيهتموا فيه، ويلي بيصعب الأمور كتير شلون بدها تجي العناية؟ كل العارفين بيعرفوا إنه الظلم مثل السيف، إذا كان موجود بأهل الخير بيكون سيف على المنحرفين بس، لحتى يروح الانحراف بيفكر إنه الدنيا معه، هو يلي بيحد المنحرفين بس من نيته السيئة، وبشي يوم الدنيا رح تهضمه،
لحتى يمشي الشغل على الطريق الصحيح بهالدنيا في مهلة عطوياها، وللأسف رح ينعرض حكمه على الكل. الصبر على الأغلب بفكر أنه ضد كل شيء، بس إطاعة الأمر شيء ثابت بالطريق الصحيح إذا المصايب لاقت طريقها وإجت لعنا. بس إذا ما لاقت طريقها شو راح يضل بإيد الإنسان غير الصبر الجميل؟ وينك أنت يا أوس؟ أخذت مني كل شيء لهون وبس، حبيت تيمة وأخذتها، وحبيت زينم وأخذتها. الواضح إنه المكان هون ما بيسعنا لحنا اتنين، واحد بيروح. كنت بدي روح بس قلت لا، أنا بهالوقت ماني مستعد لحتى موت بنوب. أنا قلت لحالي كل ما بدي شيء حبيته بتطلع بطريقي. بجوز أنا خفاش وبوجودك أنت ماني مرتاح بنوب وعموت، عم تفهم؟ لحتى عيش لازم تموت، هذا أحسن شيء أنك تموت. زينب، زينب بترجاكي افتحي عيونك. زينب، زينب ردي علي يا زينب. التوبة هي إحساس الإنسان بذنوبه وإنه يبطل عنها. إذا لقى طريق لمحو ذنوب بيفتح باب التوبة. ذنوب حاكمة للنفس، والشيطان بيسحب لعنده كل نفس ضعيفة، وإذا الشيطان تحكم بالإنسان بصير حصان مجنون بوادي ذنوب. زينب الحمد لله يا ربي لساتها عايشة، لازم اسعفك بسرعة، تحملي شوي، يلا ما رح نطول، يلا زينب. يلا زينب تحملي، يلا
لازم تضلي صحياني. يلا. التوبة موجودة دائما بنفسنا، بس للأسف الآلية اللي عم بيلاقوها بداخلهم. وبعدين باب التوبة ما تسكر بنوب، ولازم يكون شجاع يلي بيقرر انه يفوت من هالباب. تحملي سينام، لا تموتي. بترجاكي تحملي، رح تعيشي. بترجاكي لا تموتي هلا. وقف 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 وقف، ساعدني. الإنسان فهم كل شيء بشكل غلط. آه يا إنسان يا مسكين، باب التوبة كان مفتوح لك دائما، بس للأسف أنت كنت دائما تسلم روحك لنفسك. ما كان في أغلى منك، بس للأسف بعت نفسك بسوء الخردة. وإذا أنت عملت هالشي، مين هذا يلي رح يساعدك؟ فوتوها بسرعة 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 يا شباب. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، ديروا بالكم. يلا يلا يلا، فوتوها العمليات فورا. يلا دكتور. بسرعة استعجلوا بسرعة. يلا بسرعة بسرعة استعجلوا بسرعة. وان شبه ايدك؟ مو مهم. انا وضع سينم خطير كتير، جهزوا للعمليات. بس كيف بدك تعمل العملية وانت ايدك هيك؟ وإذا يعني ليش في اي حل تاني؟ ما في غيري جراح، انا اللي بدي اعملها. متأكد دكتور أوس؟ مرحبا دكتور، خير؟ شو الموضوع؟ عمران قتلي، أول سينم، لا تخلوا يهرب. ماشي رح نبلش بالإجراءات دكتور. تيمة بعتولي وراها. بس هي مانا جراحة. وإذا يعني طلبوا لي اياها بسرعة. يلا بسرعة. ماشي دكتور. ايه لحظة، لا تقولوا لمين المريض، لا تقلوا لحتى أنه أنا طلبتها. طيب حاضر. اطلعي، تجاوزوا حدودهم ها؟ ايه ما في غير رايحين جايين لعنا. وشو فيها يعني يا أمي؟ أهلا وسهلا فيهم. وليش بقى عم تعلي صوتك؟ طب خلص مثل ما بدك. لك شو قصة هالولاد هدول؟ وإمتى رح يفهموني ويعرفوا مصلحتهم؟ التليفون عم يرن، تفرجي عليه. إيه؟ ألو شو فردوس؟ يا ويلي، معقولة هذا أنتي؟ لك وين كنتي غايبة كل هالسنين؟ والله فكرت انك ميتة. شو جاي لعنا؟ اهلا وسهلا. ايه عمران رح يفرح فيك كتير. اخ يا اختي، والله الشي اللي عمله أوس ما عم يفوت براسي. شلون سواها؟ برأيي رفاه، رجاء هالموضوع تسكر انتهى. يا بنات، تعرفوا مين اللي اتصل فيني؟ أم عمران. والله ورح تجي بكرة لهون. تيمة كنت صغيرة لما رحلت من هون، ورفاه كانت عم ترضع. ما بديكن تخبروا حدا ماشي؟ خلوها بيناتنا ورح أفاجئ عمران. ماشي أمي. تيمة قليلي، ليش ما عم تحكي؟ ماشي أمي. صار له 20 سنة ما شاف أمه، يا ترى حيعرفها؟ ألو تمام جاي. لسه هلأ جيتي؟ لوين رايحة؟ بدهم ياني بالمشفى ضروري، في حالة إسعاف خطيرة كتير، لازم روح. وقف
وقف يا جرادي، وقف مكانك، وقف وقف. هلا وقتك تداني، خدني معك السيارة، لا طلع فيني هيك، امشي. يلا امشي، أنا كنت عم زور مريض. منيح اللي شفتك، ولا كنت تعبت كتير بالطريق. طيب يا جرادي ليش هيك صايرة عم تنط كتير؟ بتنطي 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 حتى توقعي بالنار وتحترقي. تعرف أنت كنت بزغرك طفل كتير فهمان، أصلا كنت ناضج وتفكيرك كله صح، مثل إنسان كبير رجع صغير. أنت كنت أكبر من عمرك بكتير، وأنا وقتها كنت واثق فيك كتير، وأنا كنت تم أدعي لك وقول دخيلك يا رب احميه من شر عقله هاد، لأنه يلي عنده هيك عقل امتحانه رح يكون صعب كتير. اسمعني، أنا من هلأ ورايح ما عاد يعني لي الماضي بنوب. بعدين أنت إذا ما في مخ براسك لا تزعجني، ولا خلصني إلي وين بدك تنزل. آه ناطرينك بغرفة العمليات. ناطريني إلي؟ وين السيد أوس؟ قلي لي ليش طلبتيني ياسمين؟ أنا اللي بحاجتك تيمة. رجاءً سيد أوس، مو تيمة، تيمة خانو. تيمة خانو، بس أنا ما فيني ساوي العملية لحالي. بس أنت بتعرف أني أنا ماني جراحة سيد أوس. أنا مضطر، شو أعمل؟ ليكي مو شايفة إيدي؟ خلص أنا معك بالعمليات ورح أقلك شو تساوي بالتفصيل. إذا ضيعنا وقت أكتر من هيك يا تيمة رح نفقد المريضة. وين المريضة؟ جوه.